بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية، وذلك بمناسبة نجاح بلاده في التنظيم العظيم لنهائيات كأس العالم 2018. وأعرب سمو ولي العهد في برقيته عن إعجابه وتقديره لما ظهر عليه التنظيم من تميز شهد له الجميع نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلت والإمكانيات التي سخرت لإنجاح هذه البطولة العالمية، متمنيا سموه لفخامة الرئيس الروسي المزيد من النجاح والتوفيق وللشعب الروسي الصديق المزيد من النماء والتقدم.